يواجهون الحرب والتذاكر الباهظة الثمن الطلبة المغاربة بأوكرانيا مهددون بالمصير المجهول. تفاجأ المغاربة الموجودين بأوكرانيا مباشرة بعد بلاغ سفارة المملكة بكيف الذي دعت من خلال هاته الأخيرة مغاربتها إلى مغادرة البلد بوقوعهم في مآزق. وكشف مصدر من مغاربة أوكرانيا لأشواق تيفي أن الطلبة قد تفاجأوا بارتفاع صاروخي في أثمنة الرحلات الجوية مباشرة بعد توصية السفارة. وزاد مصدر أشواق أن المغاربة الموجودين بأوكرانيا والذين هم في أغلبهم طلبة يدرسون بالجامعات قد وجدوا أن الرحلات التي كانت تتراوح ما بين 3000 درهم و 3500 قد قفزت نحو أكثر من 19000، أي ما يقارب مليوني سنتيم. وعلاوة على الأثمنة المرتفعة يزيد مصدرنا وهو طالب بجامعة أوكرانية أن عدد الرحلات أصبح معدودا جدا، حيث أن الثمن سائر في الارتفاع والرحلات الأقل ثمنا تم حجزها بالكامل. وأضاف المصدر نفسه أن المجال الجوي الأوكراني مهدد بالإغلاق خصوصا مع احتمال نشوب الحرب بين كييف وموسكو على الحدود الأوكرانية، وهو ما يجعل مغاربة هناك مضطرين لاقتناء تذاكر الطائرة المتاحة حاليا والتي وصلت إلى مبالغ خيالية. ووجه مغاربة أوكرانيا وبالأخص الطلبة نداء مفتوحا إلى وزارتي الخارجية والتعليم العالي من أجل الدخول على الخط وإيجاد حل لهذه الأزمة التي قد تهدد أرواح عدد من طلاب العلم بكيف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.